أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج خيمة مصلية. كما عودناكم هذا البرنامج يتناول العديد من المواضيع المجتمعية بلغة شبابية، ونتمنى أن تنال رضاكم وإعجابكم، ونتمنى لكم أيضا صياما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. يقال على جبين كل إنسان هناك عبارة مكتوب: أنا إنسان فاحترمني. نعم، فإن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان تكون على مستوى عالي من الرقي والتفاعلية الإيجابية حين تخلو من خناجر الهمز واللمز والسخرية والتي تعرف اليوم بالتنمر. هذه الظاهرة الخطيرة التي تمثل صورة من صور العدوان والقهر المرفوضة وتهدد الحياة النفسية والمجتمعية. وللأسف انتشر التنمر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، حتى أنه أصبح يأتي في مقدمة قوائم الآفات الاجتماعية الأكثر انتشاراً حول العالم. فعلى مستوى العراق جاء في تقرير أن استطلاعاً شمل كل فئات المجتمع العراقي وبعينة بلغت أكثر من 2000 عراقي في كل المحافظات العراقية، تم انتخابها بواسطة أسلوب المعاينة وبمقابلات أجريت وجهاً لوجه في بيوت أفراد العينة. بلغت نسبة من تعرضوا للتنمر أو أحد أفراد عوائلهم إلى أكثر من 15%، وفي عدد من المحافظات تجاوز هذا الرقم نسبة 25%. وعلى مستوى العالم ولخطورة هذا الموضوع، فقد خصصت منظمة اليونسكو الخميس الأول من شهر نوفمبر من كل عام يوماً دولياً لمكافحة العنف والتطرف في المدارس وخاصة التنمر الإلكتروني. وللحديث عن هذا الموضوع ألتقي بضيفي الكريم الأستاذ المهندس أوس الشمري، فكونوا معنا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى، وخلينا نرحب بضيف خيمتنا لهذا اليوم الاستاذ اوس الشمري. اهلا وسهلا بك استاذ اوس. اهلا وسهلا وحياك الله، وبدايه رمضان كريم عليك. شكرا جزيلا، رمضان كريم عليك وعلى المتابعين لهذه القناه وخيمه رمضان، خيمتكم الجميله، وان شاء الله نكون خفيفين ظل عليكم ان شاء الله. بدايه استاذ اوس، احنا مثل ما تعرف اليوم عنوان حلقتنا عن التنمر وآفات التنمر ومدى خطرها على المجتمع. احب اعرف من جنابك ما مفهوم التنمر من وجهه نظرك الشخصيه. نعم، بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله تكون ايام يسيره على المجتمع المصلي بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل عام في اجواء رمضانيه ان شاء الله يسودها الامن والخير والسلام. التنمر حقيقة دائما ما ترتبط معه كلمة آفة، فالتنمر يعتبر أحد الآفات المجتمعية. أما تعريفه أو مفهوم التنمر فهو مفهوم التنمر يبدأ بعملية عنف يقوم بها أحد الأشخاص تجاه الأشخاص الآخرين نتيجة نقص معين أو ازدراء من شخصية معينة، وهذا يعتبر جزء من العنف، قد يكون لفظي وقد يكون ب حركات معينة. وغالباً ما يبدأ المفهوم بالتنامي عند الأطفال، ويبدأ التنمر مرحلته الأولى أو بشكل أكبر نجده عند الأطفال بشكل كبير. لكن مفهوم التنمر بشكل عام هو عملية إضرار بالشخص لآخر أو قيام بعنف لفظي أو حركات معينة تؤثر على المقابل عاطفيا او تؤثر عليه فكريا او جسديا. نعم، زين استاذ اوس، ما هي اسباب ظاهره التنمر؟ في الحقيقه قله الوعي
قلة معرفة الأثر الذي يقوم به المتنمر على الشخص الذي يعاني من التنمر، فبالتالي يصبح الشخص غير مسؤول من هذا العمل الذي يقوم به. لذا نجد أن الذي يقوم بعملية التنمر لا يدرك مدى خطورة هذا الأمر، لا يدرك خطورة الفعل الذي يقوم به، لذا تشاهد أنه يتنمر بشكل بديهي وكأنه مزاح وكأنه عملية اعتيادية أو كلام بديهي. فعملية عدم الوعي أو عدم المعرفة والإدراك بالضرر الذي يقوم به هذا الشخص هو أحدى أهم الأسباب التي دعت ظاهرة التنمر إلى أنها تنتشر. أستاذ أوس، أكيد أكو ضرر يسببه هذا الموضوع على المجتمع، فوجهة نظرك الشخصية أيضاً ما هي أضرار التنمر على المجتمع؟ في الحقيقة المجتمع يعني بشكل كلي هو غير متضرر من آفة التنمر التي تحدث على شخص معين، لكن عملية تجزئة المجتمع إلى أشخاص يعانون من التنمر هنا سنجد الأثر واضح. فأول أسباب أو أول الضرر الذي يتم استحصاله من قبل الشخص المتضرر أو الشخص المتعرض لهذه الإساءة التنمر نجده أنه يتأثر عاطفياً، يعاني من مشاكل بعدية تترك أثر كبير سلبي في نفسه، تتأثر شخصيته بشكل كبير، بالتالي تحدث شرخا في عمليات التصرف، الثقة بالنفس، اتخاذ القرارات، ويبدأ يتباطأ شيئا فشيئا في عملية إظهار رأيه للرأي العام، التحدث، التكلم أمام الآخرين، وهكذا تبدأ بالمشاكل أو المساوئ. وحسب ما تم التنمر عليه، إذا كان التنمر على الملبس أو المظهر الخارجي فنجد أن الأثر مختلف عن إذا ما كان التنمر على الصوت أو نبرة الصوت، أو إذا كان التنمر على اللهجة، أو إذا كان التنمر على شيء آخر مثلا من الوضع المادي أو غيره. يعكس ثقافة مجتمع هذا الموضوع؟ بالتأكيد مقدار الوعي لهذا المجتمع هو رادع أساس لمنع التنمر أو عدم حدوث التنمر. مثل ما تكلمنا في البداية أن أهم أسباب انتشار التنمر أو وجود التنمر هي غياب الوعي، لذا فإن كان إذا كان المجتمع مثقف واعي متحضر بالتأكيد سيكون هناك القليل جدا من المتنمرين أو ممن يعانون من التنمر. لذا فتأثير المجتمع وتأثر المجتمع بعملية التنمر هي ناجمة عن عملية الوعي وعملية الثقافة داخل هذا المجتمع. زين، احنا اخذنا انه ضرر التنمر على المجتمع، لكن هل اكو ضرر ايضا على الانسان يسبب ضرر للانسان التنمر؟ بالتاكيد يعني اهم الشغلات اللي يعني تحدث الانسان بالتاكيد تأثر عاطفي بشكل مباشر عند التنمر. كيف انا يعني من المرة الثانية تذكر مصطلح التأثير العاطفي؟ التأثير العاطفي يعني كيف انه راح يأثر جيد. او ما علاقة العاطفة جيد فيه؟ مبدئيا جرح المشاعر يؤثر بشكل كبير على عاطفة الإنسان، لذا فإن عملية القيام بتنمر على شخص معين فجرح للمشاعر بشكل بسيط، يؤدي هذا الجرح بالمشاعر إلى يعني خلينا نسميها مشاكل داخلية عاطفية سيعاني منها الذي تم التنمر عليه أو الضحية. في الحقيقة كل مواثيق العمل المجتمعية أو المؤسساتية التي تخص التنمر أو منع ظاهرة التنمر هي تقع تحت مفهوم العنف وليس تحت مفهوم آخر. لذا مثل ما تكلمنا في البداية دائما ما يرتبط مصطلح العفو مصطلح التنمر بكلمة آفة، لذا فإنه يندرج تحت أغلب المسميات والمواثيق والمشاكل التي يعاني منها المجتمع على أنها عنف. العنف هذا هو يشبه العنف الجسدي، يشبه العنف الاضطهادي وغيرها من أساليب التعنيف الأخرى. لذا فإن أول أثر يمكن أن نجنيه من العنف هو الأثر العاطفي، أي خلينا نسميه يعني بالعامية كما يقولون أنه حزب نفسه الموضوع الفلاني أو يعني أثر بشخصيته الموضوع الفلاني. لذا في يعني في المجتمعات هناك ضحايا التنمر تجدها أنها تكون بدايتها مزاح
كلام بسيط حتى على مستوى الملامح مثلا الأسنان الأنف شكل العين لون الشعر وهكذا بعدين نشوف أنه ممكن تتطور إذا كان شخص يعاني من فقدان طرف يعاني من صعوبة بالنطق يعاني من ضعف الحركة يعاني من مشاكل جسدية مثلا أو حتى أعمال معينة مثلا اشتراك بمسابقة أو اشتراك بلعبة معينة فشله في هذه اللعبة يجعله عرضة لعملية تنمر من زملائه وكذا هذا يخلي بداخله مجموعة من الأحاسيس العاطفية اللي تشعر بأنه هو ضعيف شخصية عديم قدرة غير متمكن من أداء هذه مهام في اللعبة في المرة القادمة أو التي تليها نجده أنه لا يشترك في هذه اللعبة يخجل من عملية الاشتراك بهذا لذا التأثر العاطفي مبدئيا هو الخجل من التصرف بنفس التصرف السابق بالتالي يعاني من مشاكل تنطوي على شخصيته المستقبلية زين أستاذ أوس نجي على سؤال ممكن يكون الأهم هو في موضوع التنمر وآفة التنمر طرق الوقاية كيف نحد من هاي الظاهرة خلينا نتكلم يعني يكون كلام هو أقرب للواقع بعيدا على أنه يعني المثالية أو مثلا الأمور اللي تكون صعبة تطبيقها على المجتمع هو مبدئيا مثل ما يعني بالبداية تحدثنا عن عملية الوعي يجب أن نفهم حتى نستطيع أن نوضح للبقية الأخ والأخت والابن والزوج وغيرها ما هي آثار التنمر لذا عملية الوعي أو إضافة جزء من الوعي للدائرة القريبة حولنا هي من أهم الأشياء اللي ممكن نستخدمها كعلاج هذا مبدئيا من جهة ثانية التقليل عمليات المزاح بأشياء شخصية نعتبرها بسيطة أو بديهية لدى الأشخاص المقابلنا نقلل من عندها أو نحسب أثرها أو ضررها على المقابل بالتالي راح نحقق جزء من موضوع الاهتمام بالمقابل الفرق بين الاهتمام والتنمر الفرق بين الانتقاص والاهتمام فرق كبير جدا استدامة العلاقات بيننا وبين المقابل وتطويرها هذا يجعلنا نعرف أن المقابل كيف يفكر حتى نعرف وين من نتنمر وين نتنمر قد يكون أنا أجي على شخص ببساطة صديق عزيز ومقرب وكذا وما عرفت لكن بوهلة معينة أنا كنت منقطع عنه وللأسف فشل في موضوع تجاري الحديث مع عن مثال آخر فشل في موضوع تجاري هذا يترك في نفسه أثر أنه يشبه هذاك وأنا انتقصت من عنده فبالتالي عملية الانتقاص أو عملية الاستهزاء بالمقابل كل ما قللناها كل ما وضعنا حل حتى عملية المزاح أو الشقة احنا نسميها يعني كل ما يكون الشقة غير متطرق لأمور شخصية غير متقرب لمعالم أو ملامح أو تصرفات تخص الشخص بالتالي وجدنا جزء من الحل أما الأمور الأخرى اللي نحاول قدر الإمكان أن نتجنبها في عمليات التنمر أو نحد من عندها في عمليات التنمر هي نصائح للأبناء في المدرسة أنه إذا شفت كذا إذا شفت شخص مثلاً يعاني من صعوبة بالنطق لا تقلد عليه أو تبدي تستهزئ منه إذا بدينا نقلل من ظاهرة المزاح مثلاً بيننا وبين أخوتنا وبين أصدقائنا على الأشخاص المقابل اليوم نشوف أكو مرة مثلاً بشارع معين أو أكو شخص مثلاً يعاني من صعوبة بتحريك الأعصاب أو بصعوبة من التحكم بكل أعضائه الجسدية نشوف أكو تنمر عليه أكو ضحك بها الطريقة عملية يعني فقط نصح المقابل أو كلام مع الصديق هذا اللي معاي بالسيارة أو مار معاي بالطريق بس أقول لي ترى هذا الموضوع يعني لا يروح يسمعنا أو قد يعني يسمع بعض الكلمات من عندنا أو إحنا أصلا حرام يعني تقول هيك عليه لأنه بالتالي هذا الشخص يعني بهاي الخلقة هو مكون بها ابتلاء من رب العالمين ما له ذنب بيها هاي العمليات الردعية وإن كانت بسيطة وعن طريق النصح تجدي نفع كبير لأنه بالتالي هي مقدارها مقدار الضرر اللي يقع على المعنف من التنمر نفس الحالة المتنمر يعني نتوقع أنه مثلا قد ما تأثر بي لا تأثر بي بنفس القدر لما تنصحه أو تردعه بنفس القدر تأثر بي
لكن قد تحتاج إلى وقت أطول حتى يمتنع عن هذا الموضوع بشكل كامل. ما شاء الله عليك سال أوس. الله يحفظك. حقيقة أنا سعيد جدا بوجودك معنا في هذا البرنامج. اللي شرف. نتمنى إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. إن شاء الله. في برامج أخرى حتى يساعدنا الوقت أكثر من نتكلم مع جنابك عن مواضيع أخرى. إن شاء الله يبارك فيكم إن شاء الله، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة القيمة والموضوع أيضا القيم اللي نشوفه بدأ يعصف شيء فشيء بالمجتمع ويصير ظاهرة شبه اعتيادية. وطبعا أكيد جهودك مشكورة في هذا البرنامج الرائع الخيمة، وكذلك تحياتنا لكل المتابعين والناس اللي خلف الشاشات، ونتمنى أن نكون وصلنا رسالة ولو تكون بسيطة. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ أوس، قبل ما نختم وصية ختامية لكل من يشاهدنا الآن. التقليل من المزاح في الأمور الشخصية أمر مهم جدا. التقليل من المزاح في الأمور اللي يعتقدها الشخص المقابل هي أمر طبيعي أو بديهي، لكن يتخص عائلته، تخص أعماله، تخص وظيفته، تخص دراسته، أمر غير طبيعي، لأنه بالتالي كلنا بدنا نكافح في هاي الحياة في هذا المعترك، ونحاول قدر الإمكان أن نكون جديرين بثقة من معنا وبثقة أنفسنا أولا. فعملية المزاح بالأمور الشخصية تهز من كيان الشخص، لذا عملية تقليلها هي أفضل بكثير. وننصح الآخرين يعني من حاولنا ننصح أنفسنا أولا أنه نقلل من عملية الانتقاص من الآخرين أو الاستهزاء بهم بغير قصد أو بقصد. المهندس أوس الشمري، شكرا جزيلا مرة أخرى على تواجدك معنا. شكرا. إن شاء الله نكون طلعنا فائدة من هذه الحلقة. إن شاء الله هذا الأمر. شكرا جزيلا لكم وتحياتي. أعزائي المشاهدين، خليكم معنا نكمل الحوار عن هذا الموضوع المهم مع شباب الخيمة، لكن بعد الفاصل. حياكم الله واهلا ومرحبا بكم مره اخرى من جديد. خلينا نرحب بضيوف خيمتنا لهذا اليوم. اهلا وسهلا بكم شباب، وحياكم الله، وانا سعيد جدا بان يتجدد بكم اللقاء مره اخرى. بدايه موضوعنا عن التنمر، هذا الموضوع اللي اخذ حيز كلش كبير واخذ صدى كلش واسع، وبدت كثير من مثل الحملات اللي تصير للحد والتوعيه عن هذا الموضوع. فبدايه راح نعرف مفهوم التنمر من وجهه نظرك الشخصيه عمر. بالبداية هو التنمر صفة سيئة جدا، يعني لأن هي تهدم شخص وبعد ما كان هو مليء بالطموح والشغف. لهذا رب العالمين ذكر في كتابه أنه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وبصراحة تلاحظ أنه الشخص اللي يتنمر هو يتنمر على صفة معينة، سواء الشخص أو على طريقة سلوك معينة، سواء شكلية أو جسدية. بالضبط. دائما هو يكون أصلا مريض بداخله. يعني إحنا نفس ما كنا نتكلم قبل الحلقة على هذا الموضوع، إنه إحنا بالابتدائية كنا ماكو إنسان، نادرا ما عاش هاي الحالة. فهذه تيجي أظن هي أصلا تيجي منبعها من الداخل. وانت شنو الوقايه اللي تجاه هذا الشيء اللي انت لازم تحصن نفسك منه؟ هاي تيجي من طريق الاهل اللي. فالتنمر هو الاستهزاء بالاخرين، لهذا ولا تنابزوا بالالقاب، وهي هاي اكثر صفه مشهوره الالقاب انه هي التنمر. فقلت لك انه هي شيء مؤذي جدا للانسان. تحس انه الشخص المتنمر يعني هل هو مثلا يشعر نقص بداخله مثلا، أو يحاول يسد هذا النقص، يحاول يعوض هذا النقص بالتنمر على الشخص الفلاني؟ شوف، دائما المتنمر ألاحظ بيه أنه هو صفتين. الصفة الأولى ربما هو عانى من هذا الشيء من هو صغير، فيريد يطلع أو ينفس اللي بداخله بالمقابل بعد ما شوية تمكن صار عنده قوة. ثانيا هسه أنا ما أقدر أتنمر عليك معاذ، إذا الحوالية كلهم راح ينتقدوني. دائما هو ما يتنمر يضحكونها وياخذوها بباب المزاح وكذا. فهي نقطتين، اما انا عندي مشكله بداخلي او اريد اضحك جماعتي، ما عندي سالفه يعني، فاتنمر على المقام. جميل جميل على سيده. استاذ ايهاب، مفهوم التنمر من وجهه نظرك الشخصيه؟ اكو فد ايضا نرجع لخلط المفاهيم. فرق كبير جدا بين انه التنمر وبين الانتقاد. خصوصا في الفتره الاخيره انه تجي تتكلم عن شخص معين تنتقده بطريقه ما، ممكن يكون النقد بناء وايضا مرات يكون هجومي سلبي، لكن يدخلون من باب التنمر.
يعني اكو خلط بالمفاهيم بهذه النقطه، انه التنمر هو انا اشوفه انه انت تسخر من الشخص المقابل في نقطه ما هو ما عنده بيها سيطره وتغيير، يعني هي مثل ما نقول انه ما عنده يعني انه هي ما من ذات قراره، مثلا لون البشره، لون العيون، القامه، الطول، القصر الى اخره، هذه امور يعني هو من جاء عالدنيا موجودين بينه. ها حتى اللهجه على فكره صح، كان يصير دائما مناوشات على اللهجه الفلانيه، تكون لهجه مايعه واللهجه الفلانيه لهجه خشنه الى اخره، هذا انت فطرت عليها، انت من انت صغير فتحت عينك انت بهذا الشيء. هذا التنمر، فالتنمر هو انت تنتقد شيء بشخص هو ما عنده تحكم فيه، ما له ذنب فيه. اما الانتقاد، الانتقاد هو عمليه تحليل لسلوك، لراي، لفكره معينه، هذا ما يدخل من باب التنمر. اختلاف وجهات نظر، اختلاف وجهات نظر. نحن اختلاف وجهات النظر عندنا تصل مرحله انه بعدين يدخل على التنمر والسب والشتم والى اخره. ما انظل بمنطقه وحده، يعني ما انظل بمنطقه هي الانتقاد البناء. عندنا نقطه اخرى اتكلم عن الشخصيه العراقيه اللي هي تطرق لها بشكل كبير علي الوردي، كتاب شخصيه الفرد العراقي وطبيعه المجتمع العراقي. هي شخصيه حديه، شخصيه حديه وشخصيه عاطفيه. انت مجرد ما وجهت نقد للمقابل، نحن جبناها على النقد، انه هو يدخلها في عده ابواب، من ضمن هذه الابواب باب التنمر، انه هو ده يتنمر عليه لا انت المساله ابعد، انه هو ممكن ده ينتقد فكره صح بشيء بشيء، انه هو حينتقدك في فكره ما، في نقطه ما، في حدث ما. فهاي نقطه جدا رئيسيه. على فكره التنمر يعتمد على الثقافه ايضا، هو جزء من ثقافه البلد، انه ممكن تشوف بعض البلدان طريقه التنمر مالتهم وطريقه الهادي تكون تختلف عن العراق، لكن بشكل عام مشكلة التنمر هي في المراحل الأولى من العمر، وهذه تتقع على عاتق الأهل مثل ما تكلم أستاذ عمر. أنا كيف أخلي له وقاية لابني وابني شخصيته بطريقة صحيحة ما يتأثر بالكلام السلبي، وبنفس الوقت أغبينه تربية صحيحة ما ينتقد المقابل ولا يتنمر على المقابل، بالتالي يعني يقع جزء كبير على الأهل، عاتق الأهل وكذلك المدرسة. وعادة يعني الحالات التنمر تكون بهذا العمر اللي هي مثلا متوسطة ابتدائية. بالضبط المتوسطة بصراحة، ليش؟ لأن اكو تغيير بالجسم بيولوجي عيصير، انه يعني حتى يتكلموا علميا انه انت عندك عيصير انه الخشم يكبر هاي المرحلة أكثر من باقي الأمور، أي الصوت يتغير بطريقة نشاط جدا. فهذه الأمور مرات يعني نحن نتكلم عن الخارج، لا والله مرات حتى من داخل الأسرة، إنه الولد المراهق مجرد ما تغير صوته يا معود ديسكس صوتك سايغورن صح لو لا، هاي دائما نسمعها. لا هي خطيرة، في مرحلة حاليا الحبال الصوتية عنده ما مستقرة، فتحتاج فترة على مود تستقر، فهي مرحلة التغيير هذه فترة المراقبة، وخصوصا المراهق يكون حساس جدا، لان يعني بهاي المرحله الهرمونات، التغيير الجسدي اللي عايشه عنده كله عتولد عنده مشاكل، انه يكون حساس، يكون حذر، احيانا يتحول من شخصيه اجتماعيه لشخصيه انطوائيه بسبب هاي الامور التراكميه، احيانا ممكن يولد عنده يعني خدوش نفسيه وامراض نفسيه ممكن تتولد بعدين. فهذه وجهه نظري بالتنمر. عاش ايدك، عاش ايدك استاذ ايهاب. استاذ يحيى، مفهوم التنمر ووجهه نظرك اسباب ظاهره التنمر. والله دحق، أنا بصراحة أعتقد الشباب هون أعطوا مفهوم كافي ووافي وشملوا موضوع التنمر بكل أشكاله وأنواعه. يعني أنت عم تحكي على بس يعني أنا راح أضيف فقط على الشباب ما قالونه، إحنا عم نحكي على أخطر مرحلة عمرية ممكن يعيش بيها البني آدم، هي هذه المرحلة اللي إحنا عم نحكي عليها ما بين الابتدائية والمتوسطة. تمام؟ هذه أخطر مرحلة أنت تعيش فيها، بعيداً عن التغيرات اللي حكاها إيهابوني، أنه بعيداً على موضوع التغيرات الجسدية وهذه، الشيء اللي راح تتعلمه في هاي المرحلة هو اللي راح يعيش معك طول العمر. صح. تمام؟ إحنا عم نحكي على إذا شخص تعرض إلى تنمر وانتقاص وحس بنفسه أنه هو شخص عنده نقص في مسألة معينة، تمام؟ راح تخشعه ويحاول أنه يدور على أي شيء حتى يملي هذا الفراغ اللي سببونه بقية الناس اللي هو. إحنا اليوم عم نحكي على تقريباً خلينا نقول
أخطر موضوع. هذا الموضوع إذا أنا طقته أواجهه عن طريق فعلا عن طريق توعية الأهل، عن طريق الكلام مال الأهل، عن طريق دور المدرسة وقوة المدرسة. قبل كان نوعا ما شوية، يعني أنا ألاحظ أنه قبل كانت قوة المدرسة أقوى من هسة. صح. تمام؟ صح. كانت التربية دور اللي هي تعطيها المدرسة كانت كثير أقوى من هسة. صحيح. فأنت اليوم أنت كشخص حتى تجي تواجه هذا التنمر وتواجه هذا المجتمع وتواجه أنه تحاول أنه تصلح هذه المفاهيم مالته، هو موضوع صعب، موضوع يحتاج له إلى كثير دورات، يحتاج له إلى كثير ورش، يحتاج له إلى دورات. أنا أخشى للعائلة أول مرة، للأب والأم أول مرة. صح. أنه هو شلون يطيق أنه هو فعلا يطيق يغبي طفله. أيضا أخرى يعني أقاطعك فيها، أنه هي مسألة أنه التربية هي ليست رعاية. الأهل والمفهوم التربية مثل ما تكلم كلنا تطرقنا لمسألة التربية. الرعاية الناس يطبقون الرعاية حاليا، أنه أنا أصرف على ابني، ألبسه ملابس جيدة، أودينه بمدرسة جيدة. صح. وخلاص ها هي المفروض هو يطلع. صح. هذه رعاية. هذه رعاية. أما التربية هي مفهومة أوسع، أنه أنت كيف ممكن تربي ابنك، تبني شخصيته. صح. تكتشف مهاراته، تكتشف الثغرات اللي بشخصيته، أشياء ممكن. صح. أعالجها. وتكلم خصوصا في مرحلة المتوسطة، أنت في هذه المرحلة مرحلة انتقالية، هو هيطلع لعالم جديد آخر. من الطفولة إلى أنه غا ينضج. صحيح. وهي مرحلة تأسيسية مثل ما أتكلم أستاذ يحيى، أنه أنت كيف تغبينه بهذه المرحلة، لأن هو مجرد إذا جانه مثل أن نطرق الموضوع التنمر، إذا تنمروا عليه أنه قالوا له أنت شخصيتك ضعيف، أنت ما غجال في هذه الفترة. صح. راح يعوضه كيب الجقارة، يبدي يدخل. صح. صح. أنه يقلد الكبار، أنا هذا وخلاص. صح. صح لو لا. صح. فالتنمر زدنا بغير نقطة. أستاذ إيهاب، أنا يعني إذا إحنا نتذكر هاي الفترة بالتحديد، كان يعتبر الشخص اللي يمسك جقارة ويدخن غجال، فهو غجال. صح. 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 تمام. وبالضبط بلش انه هوني بلش يكبر، صار انا كبير وقمت ادخن، بس هو ما له علاقة. بالضبط. هو لانه حاول انه يثبت فد شيء قدام مجموعة من الاشخاص اللي هي عيضخون علينا. تمام. فهي هاي المشكلة. وهوني بصراحة أنا أتفق كلش مع أستاذ إيهاب هوني. يعني أكو فرق بين الرعاية والتربية. تمام. صح. وأكو فرق بين أنه أنا لازم أجي أعرف ابني بهاي المرحلة هل هو يحتاج، فإشنو هو من جو قالوا له أنت شخصيتك ضعيفة. صح. لازم أنا هوني بالبداية أنا أكون صديق ابني. نعم. أنه أكون الشخص المؤتمن اللي راح يجي يحكي لي. نعم. من ديجي قال لي إشنو هي شخصيتك ضعيفة، ديجي قل ها ابني أنت منو قال لك هذا الكلام؟ لا هذا الكلام غلط، أبدي أعدل المفهوم مالته مرة ثانية. من غاح تفش غاح يصير، من غاح يقول له أنت شخصيتك ضعيفة، غاح يقول له لا أنا ما شخصيتي ضعيفة، أنا الشكل. صح. ليش؟ لأنه تعلمه من أبونا. صح. صح. تمام. زرع بين هذا الشيء، وهذا هو دور الأهل. إحنا عن نحكي دائما نقول أكو فترة مفصلية، فترة من الزمن هذه اللي هي راح تحدد حرفيا مسيرة حياتك كاملة بهذا المجتمع. بنفس. صح. الوقت أكو أشخاص متنمرين. تمام. بس بعدين هي ما حدثوا تأثير. تمام. يعني إذا إحنا نذكر مثال هسته ومثال كلتنا عشناه في فترات، إذا نتذكر في الفترة الماضية في كأس آسيا، ونقول أيمن حسين مثلا، شخص تعرض الى قمه التنمر، جميع انواع التنمر، كل انواع التنمر، جميع انواع التنمر. تمام. اي صح. هسه هو واحد من الابطال، واحد من النجوم، واحد من الشخصيات اللي صار انه علينا العين والمكانه والهادي وهداف ومن هالامور هذه. تمام. انا اعتبره شخصيه والله قويه جدا، انه يعني كان يتحمل هذا الضغط. صح. الكبير. صح. ورغم هذا أدى يعني شخصية قوية. وانت حتى إذا تجي تطمش على اللقاءات مالته، هو شخصية عفوية. عفوية جدا. تمام. شخصية عفوية، يعني هو ما تحسه إنه شخص جاي متقصد على يعمل هذا الشيء، بس الناس هوني اتفننت بطريقة التنمر علينا. صح. إلى أنه هي تحولت إلى أنه اعتبرته بطل شعبي. نعم. فأي. صح. ممكن أنه أنت تكون شخص تعرضت إلى تنمر. بس أنت هوني التنمر مالتك حولته إلى جانب إيجابي، أحدث التأثير بينه، وصغت شخص تحولت إلى شخص. صح. من متنمر إلى شخص مؤثر. مؤثر. نعم. صار عندك رأي. بالضبط. على فكرة أستاذ،
احنا نتكلم السبب بالابتدائية والمتوسطة بس يعني مو بس بهاي الفترة انت يعني مركزة. اذا انت تكون ناجح بين اصدقائك فراح تتعرض للتنمر، اذا انت تكون مؤثر بين اصدقائك راح تتعرض للتنمر. صحيح. اذا انت تكون مميز او اي شيء شوية برزت عندهم راح يتنمرون عليك. انه احنا ليش يعني هي مرض داخلي انه شلون يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار، اول شيء استغل على نفسك وبعدين على اهلك، انه اللي قال سليمان انه احنا لازم احنا من البيت. فالتنمر بكل يعني بكل الاصناف بالذات احنا اذا كصناع محتوى نشوف هذا الشيء موجود بالتعليقات بشيء واضح جدا. فانت لازم يكون عندك حصانه داخليه لحتى تواجه هذا الشيء، لانه ممكن يحطمك. يعني مهما كان نجاحك ومهما كانت قوتك راح يجي يوم اذا استسلمت لكلامهم راح يحطمك. فالله يعين. بس انا اريد اعقب على فد مساله كلش مهمه، انه في بعض الاحيان التنمر اي يتحول الى انتقاص، وهاي مشكله. يعني مرات الشخص اللي عيتنمر على شخص هو جاي عيحس انه عيتنمر علينه، بس لا هو عينتقص منه. صح. هو عيسبه بطريقه غير مباشره. تمام، يقلل من قيمته. تمام، يقلل من قيمته. انه هو يبدي معانا ممكن ينتقد فكره، بعدين يتحول يدخل بالتنمر، بعدين ممكن يصير مرحله السب والشتم. صح. ما ان نقف على حدود معينه انه نمشي على اساسها ونخلي قواعد للحوار. صح. من الابتدائيه كان قبل انه انت من تريد تقوم تنطي رايك بالصف او حتى عند الاهل انه انت لازم تستاذن، يكون اكو قواعد للحوار. حاليا انفقدت هذا الشيء خصوصا مع منصات التواصل، انه ماكو قواعد. صح. فضاء مفتوح، ماكو قواعد. انت هسه تطيق تمسك هذا الشخص المقابل تمزقه مثل ما نقول بالمصاري تهغسه. تهغسه هغس. وانت ما يعني يعني انا حتى عندنا معرف يمكن احد الضيوف او الشباب اللي مقابلين يمكن لهم سياسيه وقانون المجمعات مالتكم، انا كلها اسميها قانون. اقصد انه لحد الان ماكو تحرك جاد للجريمه الالكترونيه وشرع يعني تشريع قوانين خاصه بهذا الفضاء المفتوح. انه اذا انت الشخص تهدد، اذا الشخص تعرض للتنمر، اذا الشخص تعرض للمساله واشكاليه داخل منصات، ماكو لحد الان اكو شيء يحميه. في امريكا مفعل طبعا منذ زمن طويل اكو تنمر عن الاسد ولبيه، صح ولا لا؟ نعم. الان مفعله حتى بحق بها سجن. قبل فتره صار عندهم حادثه انه سجن بها مسؤول بالدوله لان ضرب احد السود هناك يعني. عندنا هذا الشيء ما موجود، ما مفعل لحد هذه اللحظه. تتنمر عادي بدون اي محاسبه او شيء يعني. زين استاذ مصطفى، من وجهه نظرك الشخصيه كيف الحد والوقايه من هذا الموضوع؟ يعني احنا خلينا نتكلم على حلول واقعيه اكثر ما تكون حلول روتينيه او ترقيعيه. من وجهة نظرك كيف نتحد من هذا الموضوع؟ نبدأ من الأسرة أولاً. إذا الشخص عرض التنمر أحاول إنه أدعمه، إنه لا ما أقدر أخذ بالكلام اللي قاله أو شيء، هو هذا راح ينقل لي أصدقاء الصورة. كذلك إنه أوعي أصدقائي أنا بيناتهم إنه هذا الشيء تجرحته. يعني أنا من الناس في الكلية أواجه كثير من الأمور. أحياناً التنمر ما يكون كلام يا شباب. نحن ركزنا كثير عن الكلام، لكن أنت مجرد إنه أنت عتميز مثل ما تكلمت بمسألة الأبيض والأسود. نعم. حالياً أكو تميز. مثلا انت مجرد ما انت بداخل العمل، اذا انت كنت مدير ميزت بين شخص دون اخر بدون اي سبب، انت هون اكو مشكله، سببت مشكله للمقابل. او مثلا ضغطت على شخص وعفت الشخص الاخر، حتى على مستوى المدرسه اكو مرات نشوف استاذ يميل لمجموعه طلاب دون اخرين. هذا انت هون عتسبب مشكله، يخلق نزاع، كلها عتخلق مشاكل داخليه، نزاع في بينهم. نعم. عاشت ايدكم شباب، وشكرا جزيلا على حضوركم وعلى تفاعلكم حول هذا الموضوع المهم. شكرا مرة أخرى على تواجدكم معنا، وأنا سعيد جدا بوجودكم معنا، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ونلقاكم بحلقات أخرى، وإلى اللقاء.